السلام عليكم ورحمة الله. في قناة عبدو سبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. خاوتنا الكرام، فيديو بدأت تخرج فيديوهات المضايقات لاتحاد العاصمة، لنحييهم. ما هضروش كاع على هذه المضايقات، ما هضروش عليها، حتى رئيس النادي ما هضرش عليها، قروشي ما هضرش عليها، لأنهم شافهم بلي صغار، ما هضروش عليها كاع. مضايقات بالجملة اكثر باللي بوندرول اللي شفناهم حتى لما راحوا. دوك تشوفوا معنا هذا الفيديو، والله العظيم غير لازم على السلطات الجزائريه والاتحاد الجزائري لكره القدم تحكم هذه الفيديوهات وتشوف المضايقات اللي تعرض لها فريق اتحاد العاصمه امام فريق نهضه بركان داخل الميدان وخارج الميدان وامام المطار لما كانوا رايحين وكيما جاوا. كل شيء عندنا، كل شيء. تابعوا معنا وسرا، ما تقطعوش الفيديو، هذه ماهيش فتنه، هادو حقائق لازم نعرفوا الشعب الجزائري كيفاش يخمم والشعب البركاني ايضا كيفاش، الشعب اتحاد العاصمه، جمهور اتحاد العاصمه نقول باش ما نعممش، لانه مش من حقي نعمم، لكن انا نهضر على جماهير رياضيه. جمهور اتحاد العاصمه كيفاش يخمم وجمهور بركان كيفاش يخمم، وانتوما عندكم الحق باش تعطونا لا كومباريزون. شوفوا معنا الفيديوهات ونزيد نطلب من اتحاد الجزائري لكرة القدم اللي شاف هذا الفيديو ياخذ منه الصور ويزيد يحطها في الدوسي. كنا نحطوا صور، الان نحطوا لهم دي فيديو انهم اتحاد العاصمة تعرض لمضايقات كبيرة وكبيرة جدا لم تشهدها ابدا في ملاعب اخرى، حتى مع الجيش الملكي لعبوا وما صار لهم شاكة. هنا باش تعرفوا بلي كل شيء مدبر. خاوتنا الكرام، تابعوا معنا الفيديو. تبديل الملابس فريق وعناصر نهضة. شوفوهم الآن في الجزائر، شوفوا الفيديو هذا في الجزائر كي كانوا رايحين، ودوك تشوفوا احنا شفتونا احنا كي كانوا رايحين، شوفوهم الان كي كانوا رايحين هما في الجزائر. بركان يغادرون الان الملعب، يعني خلاص انتهى الامر رسميا، المباراه لن تلعب كما شاهدنا وكما هو حاصل السيناريو الان اصبح واضحا. كما قلت ليلى، لانه من ناحيه الرياضيه والفنيه الصوره تعبر عن كل شيء لما وصلت إليه المنافسة، منافسة كأس الكونفدرالية في هذه المباراة بين فريق اتحاد الجزائر البطل وفريق نهضة بركان للأسف مثل ما قلت، ولكن الاحتكام إلى مثل هذه المراورات أو الممارسات بدل الاحتكام إلى النتيجة والمنافسة الشريفة المحكومة بالقوانين. نحن نعرف بأن هذه المنافسة وكرة القدم، المشكل وراء ما هوش في هذا كامل اللي رامنا، المشكل راه في لاكاف، في لجنة المنافسة. شوف هذه الصور تأتينا يعني من مغادرة الحافلة طبعا، شوف في ربما ظروف رائعة، شوف توفرها يعني فريق نهضة بركان. هذا واش نقول لك، قلت لك حتى كل الحماية موجودة، كل الوسائل موجودة. الجزائر هي أرض الأمن والأمان، يعني ادخلوها آمنين. شكرا موصول للتلفزيون الجزائري طبعا لولا نعم شكرا طبعا. حتى البارح في الندوه الصحفيه تاع قبل اللقاء، نعم، اللاعب من النادي تاعهم شكروا يعني الجزائر على الاستقبال، على الاستقبال لا قالوها بصريح العباره، يعني استقبال ومغادره، سواء المدرب والأغلبية اللاعبين كانوا حابين يلعبوا هذا اللقاء. لا مفروض قلت لك انا هنايا كي كانوا رايحين فوالا كي جاوا كي جاوا عفوا هنا في الجزائر كي جاوا. شوف لا كومباريزون، وجاي فيديوهات شوف الفيديوهات في اتحاد العاصمه هنا، الفيديوهات الجديده يا اخوانا الكرام، تابعوا هذه هما كي كانوا في الجزائر. اسبوع فقط ولا جلوس ايام ولا خمس ايام. شوف واحد ما على بالو، شعبي ما جا، شعبي ما حوس عليه. شوفوا العكس، شوفوا المضايقات بالكراكسي.
لازم هذا الفيديو تبارطاجه قد ما قدرتو، اللي عنده صفحه اللي عنده بارطاجه. تبعوا واسمعوا. هذا هو الفيديو خوتنا الكرام اللي لازم على الاتحاد الجزائري لكرة القدم ليترأسه وليد صادي وزملاء والقعد ستاف والصحفيين وكلكم اللي تعرفوني اللي ما تعرفونيش لشعبي مش شعب معانا لكيما احنا. هاد الصور لازم توزع على نطاق عالي، بارتاجيو الفيديو خلوه يلحق الاتحادية باش تاخد منه صور فيديوهات وتزيد تحط فلاش ديسك عندهم هناك في الطاس. شوفوا المعاملات تاع هاد نهضة بركان، ما نقولش كل الشعب، ما رانيش نعمم، راني نهضر على الشعب نهضة بركان. شوفوا كيفاش عاملوا الجزائريين هناك فريق اتحاد العاصمة. هنا اسكت انا. اكل بنان على الفنان، اكل بنان على الحنان، مغربية الصحراء مغربية، الصحراء مغربية، الصحراء مغربية. تكلم معاهم كاش واحد شاف واحد هضر معاهم، واحد ما قيمهم وقاسوهم وهضروا ورجعوهم هاك البنان كلمه جايحه ما تقدرش تعرف النيفو ديالها من ما فهمتش، والله ما فهمت. واليوم نسحقوا تعليقات تاع الناس اللي حياديه من المغرب ولا من الجزائر، شكون اللي ضايق الفريق الاخر؟ هل الشعب الجزائري الجمهور الرياضي نتكلم الجزائري هو اللي ضايق بركان، او الجمهور بركان اللي ضايق الفريق النادي العاصمي الجزائري والنادي الجزائري؟ تابعوا معنا مع الاخر، داروا حفله بعد ما قال لك فزنا ورانا في النهائي. هذه الحفله اللي داروها في المسيره ديالهم تاع المسيره ديالهم. تابعوا معنا الان مغربي واش تكلم على
العقلية الجزائرية. هذا مغربي عايش الهيك تم في المروك، عايش في المروك، يعرف مليح العقلية الجزائرية. تابعوا معنا المفاجأة أخوتنا الكرام. أعتقد أن هذه العاصمة والجزائريين قد يلعبوا المقابلة يعرفوا الجزائريين. من دار ما فاتت هذه يلعبوا ولا عنده كاع الشك يعرفوا الجزائريين. كونوا عن يقين ويقين تام فايت اليقين إن الجزائريين غادي ينساهم. راه جزائريين لا منعرفوش ما يخلصش يعرف التصرف ديالهم. غادي ينساهم مليون في المية، ماشي 100%، مليون في مليار في المية، لا في 100%. كونوا لي فاهمين عارفين بأن لا يمكن الجزائريين يلعبوا. دير العقوبات يعطوهم عشرة المرات في العقوبات اللي تنزل يسقوهم عادي جزائريين ينساح. ما هكا دايرين هذا هو هنا هكا هنا هكا كنا كنسحى هكا ننصح مدة أكثر على السحب لولا ستة أيام ما نسحبوش جزائريين ما نسحبوش. خصو الموت هادي هادي السلم خصو تطحن مزيان هادي السلم. أما السلم الجزائري صافي تربط فيه ديك الجزائري ما يستسلمش يستسلمش الصحراء ماشي تاعها راك فاهم الصحراء عندها موليها عندها الجزائري ما يستسلمش الجزائري ما يستسلمش ما يستسلمش ما يستسلمش. هاد المغربي الحر قلت لكم انا تصب كاع الجم للشعب المغربي لا حاشا ولله. نتكلموا على الأحرار الآن يعرف مليح الجزائريين ويعرف العقلية الجزائرية ونقول لك باللي الشعب المغربي كله يعرف العقلية الجزائرية. وأنا نقول حرام عليكم واش درتوا والله غير حرام. الجزائريين خرجوكم لما ما حبيتوش تلعبوا خرجتوا بالكورتاج على بوليس واحد ما درنا لكم شعبي موقف لحقتوا المطار شعبي موقف ما كان بندرول ما كان كلام سياسي. رحتوا معززين جيتوا معززين ورحتوا معززين لكن كان عكس ذلك في بركان هناك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تحية الجزائر تحية الجزائر. بارتاجيو الفيديو قد ما تقدروا حتى يلحق الاتحادية يشوفوا ويزيدوا يديروا اون كوبي ويزيدوا يحطوها في الطاس على المعاملات السيئة من ناس وجدة مش الكل اللي كانوا تم ونهضة بركان. سلام.